وقفة احتجاجية هنا في مدينة سيئون حيث نحن نتواجد في محافظة حضرموت. دعا لها مؤتمر حضرموت الجامع، قال أنها للمطالبة بحقوق محافظة حضرموت ضمن برنامجه التصعيدي الذي دعا فيه مختلف المكونات الاجتماعية للمطالبة بحقوق محافظة حضرموت. نتعرف أكثر على مطالب هذه الوقفة. معنا هنا الشيخ صالح التميمي، أمين عام أو الأمين عام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع في وادي حضرموت. ضعنا في أبرز المطالب التي خرجتم من أجلها اليوم. اليوم يطالب أبناء حضرموت بحقهم في التعليم، اليوم يطالب أبناء حضرموت بحقهم في إدارة مواردهم وبحقهم في ثرواتهم، فثروات حضرموت حق بها أهلها قبل الغير. اليوم أبناء حضرموت ينادون لتلك المطالب وتنفيذها والتعجيل بها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة العليا المركزية بالدولة متمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس المجلس. من حاضرة مدينة سيئون يرتفع شعار أبناء حضرموت وتحت قيادة مؤتمر حضرموت الجامع، وذلك دعما وإسنادا للوقفة والتصعيدية لحلف قبائل حضرموت في هضبة حضرموت، وذلك من أجل انتزاع حقوق حضرموت وأبنائها المشروعة. إذن هي وقفات مختلفة قام بها مؤتمر حضرموت الجامع منذ مطلع أغسطس الماضي، هذه الوقفة الثانية. هناك وقفات مختلفة في مختلف المديريات في مدينة تريم ومدينة القطن للمطالبة جميعها بمطالب مختلفة، مطالب خدمية تتعلق باستقرار التيار الكهربائي، إلى جانب أيضا مطالب أخرى تتعلق بنفط المحافظة ونسبة المحافظة منه. عبد الله مؤمن، يمن شباب، من مدينة سيئون حضرموت.